احنا عارفين ان الشباب السعودي الان ما صارت اعماله فقط داخليه او موجهه لفئه معينه من المجتمع، بل بالعكس طلعوا ووصلوا للعالميه وصاروا يعني بيتكرموا في مهرجانات عالميه خارجيه ضخمه. صحيح. فلازم ندعمهم. الحلقه دي طبعا اكيد كلها تتكلم عن الشباب السعودي الواعد سينمائيا. صحيح. نشوف الخبر معانا ونرجع لكم. طبعا الخبر اللي معانا انه نظم مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء فعاليه اسمها ايام الفيلم السعودي، كانت في لندن. هذه الفعاليه كانت في اطار جوله تعريفيه للافلام السعوديه اللي وصلت للعالميه. يعني كانت تتكلم عن كيف المملكه بتحتفي بصناع الافلام في الفتره الاخيره، وتبغى تعرف الجمهور الانجليزي بقصص الافلام السعوديه وكيف المجتمع السعودي وصل للي وصل له من خلال هذه الأفلام. فكانت زي العدسة المكبرة اللي صارت تبين المجتمع السعودي وتعكس المجتمع السعودي. صحيح. كيف طبعاً بيعيش. زي ما كنا شايفين قبل شوية كانت بتنعرض صور للمنظمة نفسها لما كانت سعودي فيلم دايز أيام يوم الفيلم السعودي، عفوا ايام الفيلم السعودي. فزي ما شفنا حتى انا عجبني اللوجو، يعني ماشيين تمام، يعني زي كانه برا بالضبط، يعني دخلوا على نفس المعايير ونفس المعايير. صحيح. عرفتي اللي ريد كاربت في لوجو حبيت.